ترأس قدس الأب نبيل حداد المدير التنفيذي للمركز الأردني لبحوث التعايش الديني قداسا احتفاليا بمناسبة الذكرى 87 لإنشاء أول كاتدرائية للروم الكاثوليك في عمان وعيد القديسين بطرس وبولس بحضور عدد من رؤساء وممثلي الكنائس وجمع كبير من المدعوين. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك مانحاً العالم السلام. احتفلت كنيسة القديسين بطرس وأبولس للروم الملكيين الكاثوليك في منطقة جبل الويبدي بالعاصمة عمان بقداس احتفالي بالذكرى 87 لإنشاء أول كاتدرائية للروم الكاثوليك في عمان. ترأسه الأب نبيل حداد راعي الكنيسة بمعاونة الأب غالب بواب والأب رشيد مستريح وعدد من الشمامسة ومشاركة جوقة الرعية بالتراتيب. حضر القداس سيادة المطران ويليام الشومة لمطران اللاتيني في الأردن وقدس الأب بنيامين شمعون راعي كنيسة السريان الأرثوذكس والدكتورة باسم السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة ومدير موقع المختص المهندس رستم ماكجيان وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين والرسميين. للقاضي قدوس لله لا يموت ارحمنا دوكسا باتريكيو كأيجيو نباتي كني كأيين كيسوس وفي عظة القداس التي ألقاها الأب حداد خلال الصلاة قال: نحتفل في هذه الكنيسة التي تحمل اسم القديسين بطرس وبولس ونتذكر ونحن نحتفل بعيدهما اليوم الرسالة الأسمى في اتباع السيد المسيح التي تقتضي أن نكون شهودا للمحبة والتآخي وصناعا للسلام. وأضاف: نحتفل بكنيسة تتكئ بوقارها على سفح الود وتحكي شهادة تاريخ أرضنا الخاشعة بين يدي الإيمان. نحتفل بمرور 87 سنة شيدت هذه الكنيسة في عام 1931 ولكنها أصبحت مطرانية في عام 1932 وكان أول أسقف لهذه الكنيسة لهذه الكاتدرائية ولهذه الأبرشية المطران الورع الفاضل المثلث الرحمات بولس سلمان الذي عرفته ديارنا الأردنية فكان رسولا للحب والخير والتقى وكان أيضا أديبا وخطيبا مفوها فكان يشهد له الذين عرفوه وأبرزهم الملك المؤسس في حينه الأمير عبد الله الأول الذي كان صديقه مطراننا هذا وهو الذي عرف الجميع عنه أنه سجل أول وثيقة والوثيقة تكاد أن تكون الوحيدة عن الحقبة التي عاش فيها عندما كان خادماً كاهناً للرعية هنا بين عام 1911 و1919. ليس غريباً أن تروا في أفياء هذه الكنيسة المحبوبة الكنيسة الأم مركزين اثنين أولهما
مركز التعايش الديني الذي أسسناه مع شيخنا الراحل عز الدين الخطيب التميمي الذي كان قاضياً للقضاء ومستشاراً لجلالة الملك للشؤون الإسلامية، وذلك ببركة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، مثلما تحتضن هذه الكنيسة مركز البابا فرانسيس للثقافة والحوار، وكأني بهذه البقعة الخيرة المباركة تفاخر حاضرها الهاشمي بماضيها وتاريخها على هذه التلة التي كانت وستبقى شاهدة على حضور عربي مسيحي في أرضنا المقدسة التي سجلنا فيها أطول مسيرة للتعايش الإسلامي المسيحي على مدى 14 قرناً، وسيبقى نموذجاً هذا النموذج الذي يتحقق بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية على المقدسات وحامل حب الكون واحترامهم. وبعد العظة وزع الأب حداد الدروع التذكارية لكل الداعمين والمحسنين للكنيسة الذين وضحت بصماتهم في خدمة الكنيسة المقدسة. بسم ربك يا رب ارحم. يا مبارك مباركيك يا رب ومقدس المتوكلين عليك، خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك بسلام، قدس المحبين بهاء بيتك أن تعوضهم عن ذلك مجدا بقدرتك الإلهية، ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولملكنا وبلادنا ولجيشنا ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار، وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين آمين. وفي ختام القداس التأم الجميع في قاعة الكنيسة لتبادل التهاني بهذه المناسبة العطرة على أنغام الموسيقى الكشفية لمجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السمار.